أنا المدعو زيدي موسى المواليد في 29 جانفيي 1972 ببلدية أميزور ولاية بجاية، والمقيم حاليا في فرنسا في بلدية دوني، العنوان 14 شارع سيباستيان دوني 93-440. ثم اللي سقساني إذا تعرف واحد يبيع السلاح ونهار، قلت نعرف، نقول صح صح نعرفهم، نعرف بزاف من الناس اللي يبيعوا في السلاح هذو جوات نايت نعرفهم. قال لي موسى بارتيغ دو شمومو من بعد ما نعيط لك وانا نعيط للامين القبيلي يكونفيرمي لك تا ميسيون. ذاك جون بيير هذاك شريت عنده 5 مكاحل، مشيت عنده 3 تاع البية، خلصتو يعني خلصتو لا توتاليتي. بقات هذوك الاخرين، بقاو هذوك لي زوت فيجي، رحت عند الجيطاني هذاك تاني خلصتو 5000 باقي، خلصتو 5000 اورو. من بعد بقات لي 9 باش تولي 11، عاودت وليت حتى لجون بيير كملت فيها 3، خلصتو 1500 اورو، خلصتو 1500 اورو. من بعد قال لي، قلت له جعفر، قلت له من قبل قلت له مينيسيون كيفاه؟ قال لي انت عندك لا ليسونس تاع، عندك لا ليسونس تاع التير؟ قال لي لا مينيسيون تاع الكاليبر 12، تشري الشيء اللي بغيت. رحت عند واحد لارمري شريت كاع عندهم لا مينيسيون كاليبر 12 والكاليبر 16. من بعد بقات لا مينيسيون هذيك تاع 635 765 9 ملم، شريتهم ثاني في لارمري ديكالي، باسكو ما تقدرش عندك 2000 كارتوش بالعام، كل يوم شاك فوا نشري فيها 5 بوات 6 بوات باش ما مام لابوليس ما يشكوش فيا. جيت هابط لمارسي، لحقت لا زون سيكوريتي، لحقت لا زون سيكوريتي، واحد قدامي لا فيلا بلاك، قال لي روح حتى البور تاع بجاية، لا زون هاذيك تعدي. وانا كونترولور جين هكا رفدت الكارت هذاك، رفدو. من بعد سمعت واحد يعيط له، قال له رجعوا للكراج، رجعوا للكراج. دخلت للكراج، قال لي خرج لي كاع اللي جبته. هذاك اللي كان يعيط عليه قال له، قال لي هالي، قالها لي ليا، قال لي عندي يومين استنى فيك، قال لي كما هكا، قال لي عندي يومين، قال لي على بالي جيت بالفندردي تلحق بالديمونش. خرجت له كاع، خرجت له كاع الشيء اللي كاين تحت السياج واللور، واللور كاع الكوفر اريير عندي في الطوا كاين واحدة الكوفر، خرجت فيها 3 مكحل هذا. قال لي دور ندير لك اليمين، ودار لي اليمين.